خلينا نبدأ. احنا طبعا المرة الماضية احنا حكينا، او المحاضرات السابقة حكينا عن طرق استخراج الخصائص للصورة اللي هي الـ Image Features Extraction. حكينا عن 4 طرق اللي هي الـ Statistical Method والـ Clustering او K-Mean Clustering والـ Wavelet Decomposition Tree، وحكينا عن الموديفايد لوكال باينري باترن. اليوم راح نيجي للطريقه رقم 5 اللي هي كيف نستخدم الهيت اند مس اوبريشن. الهيت اند مس اوبريشن مشان نطلع ايش الخصائص للصوره. طبعا الهيت اند مس اوبريشن هي عمليه احنا استخدمناها في المورفولوجي، وقلنا في لها تطبيقات كثيرة. هاي الهيت اند مس منها اللي هي الايمج تيننج. طبعا الايمج تيننج مطرح الهيت اند مس من الاوريجينال، وفي عندنا للثيكنينج للايمج اللي هي بنضيف الهيت اند مس للاوريجينال ايمج. طبعا من التطبيقات المهمه ايضا للهيت اند مس اللي هي نعمل ديتكشن لاوبجكت او شيب في ايش الصوره الرقميه. طبعا اول شيء بدك تنتبه انه بالنسبه للايمج، اذا كانت الايمج كلر لازم نحول الايمج لجري، بعدين الجري نحوله لباينري، بعدين نعمل هيت اند مس للباينري ايمج. طبعا احنا الهيت اند مس احنا اساس كيف نستخدمها في الفيتشر اكستراكشن. هون على اساس بدنا نحدد مثلا الصوره كم اوبجكت فيها من بشكل معين. طبعا الشيب هذا بنحدده وبنعطيه للفير ستراكشرنج اليمنت، والسكند ستراكشرنج اليمنت راح يكون النيجاتيف للفيرست. طبعا لو اخذت انا مثلا عندي ايمج بهذا الشكل، هذا الايمج من عندي انا مسويه، اعمل له كوبي. اي بيست، هذا عباره عن باينري ايمج. خلينا نعمل بعض التجارب على هذا ايش الايمج. هاي عندي الايمج. طبعا نفترض مثلا انا بدي اطلع الاوبجكت اللي هو بيبدأ مثلا او بهذا الشكل، هذا الاوبجكت. طبعا هذا الاوبجكت اللي هو او الشيب في الصوره، طبعا بعطي هاي الشيب او هذا الستراكشر، بحطه مساوي لها قيمه الستراكشرنج اليمنت الاول. بعدين structuring element الثاني بده يكون عكسه، طبعا بده يكون 1 zeros بعدين ايش 1. طبعا الـ hit and miss راح ترجع ماتريكس. طبعا هذا الماتريكس حجم الاوريجينال ايمج الاصليه اللي عندي بالمثال هون اسمها ايمج، وراح ترجع القيم يا 0 يا 1. طبعا ال1 هون معناها اللي هو مركز ايش الاوبجكت او مركز الشيب اللي بدور انا عليه في الباينري ايمج. طبعا عدد هاي الونز راح تشكل اللي هي عدد ايش الاوبجكتس او عدد الشيبس الموجوده في هذا الايمج. طبعا لو جينا بناخذ ندور مثلا في الباينري ايمج اللي اسمها ايمج على هذا الشيب اللي هو 011110، معناها S1 بخليها او ستراكشرنج ايمج الاول بخليه مساوي لها القيمه، S2 بخليه مساوي لعكسها. احنا كنا اساس لما بننفذ الهيت اند مس، طبعا هاي بتحتاج الى تو ستراكشرنج اليمنت، فيش تقاطع في الونز ما بين S1 وايش S2. طبعا هاي بالماتلاب في بلت ان فانكشن اللي هي بت وايز هيت مس، هلا راح نستخدمها. طبعا كيف تنفذ احنا حكيناها في السابق المحاضرات السابقه، بس من بعيد بكررها انه الهيت اند مس هي عباره عن عملية إيروجن للأوريجينال إيمج مع الفير ستراكشرنج إليمنت، وأندينج
مع النيجاتيف للايمج ايرودد وذ ايش؟ اس 2. طبعا خلينا نشوف هلا هاي بقول انا هون اس 1 هاي اس 1 بتساوي خلينا انسخه انا هذا الاوبجكت بدل ما اكتبه اي كوبي بيست هذا الاوبجكت اللي بدور عليه في الايمج او الشيب اللي بدور عليه في هذا الايمج حطيته مساوي لل فير ستراكشرنج اليمنت بعدين بننفذ بقول اي بتساوي بت وايز هاي الفانكشن جاهز هيت مس الفانكشن او الايمج عندي اسمه ايمج هذه فير ستراكشرنج اليمنت اس 1 والسكند ستراكشرنج اليمنت بده يكون النيجاتيف تاعه بده يكون النيجاتيف اس 1 في فاصله هاي النيجاتيف لايش اس 1 طبعا هاي الاي راح تكون عباره عن الريتيرن او ريتيرن ما ريتيرن ما ريتيرن ماتريكس من عمليه الهيت اند مس الابعاد تاعها راح تكون مساويه لابعاد الايمج وفيها قيم ونز هاي القيم ونز تشير الى السنتر او مركز الاوبجكت اس 1 اذا كان اس 1 موجود وين في هذا الايمج خلينا ننفذها بت وايز هيت انا عيدها في خطا بت وايز هاي بت وايز هيت مس هاي عندي الناتج الاي طبعا ابعادها زي ما حكيت هي نفس ابعاد هذا الايمج وفيها القيم ايش 1 طبعا هذا ال1 الاول يشير الى مركز الاوبجكت الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس بمعنى اخر عندنا 6 اوبجكتس طبعا موجودين هون باينين 6 اوبجكتس من هذا النوع طبعا اذا بدي احدد على الاوبجكت بقول سم سم ايش اي اعطانا ايش 6 اوبجكت لو مثلا بدي اخذ هذا الاوبجكت فرضا اللي هو هذا الونز كله هذا الونز عندي 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 اللي هي 6 في 4 فبقول اس 1 S1 بتساوي ones 6 by 4 اي 6 by 4 نبحث عن هذا الاوبجكت طبعا هذا راح يكون عندنا one object موجود بعدين بنقول اي اي شرط اي انا اسميها اي بتساوي بت وايز هيت مس ايش عندنا S1 فاصلة النيجاتيف لاس 1 طبعا راح يطلع عندي واحد هلا فقط لانه عندنا 1 ايش اوبجيكت ايش معنى شكله معها اس 1 ارجع مره ثانيه 1 6 by 4 طيب ما مفروض اي بتساوي اي كوبي ابصر شو ما مشكله في شيء في ما مشكله على كل المبدا انه اذا بدي اشوف انه الايمج بيحتوي على شيب معين او اوبجكت معين بعطي الباينري ستراكشر لاس 1 و بننفذ البت الهيت اند مس ابريشن على اساس بترجع لي ماتريكس طبعا عدد الونز فيه بده يكون مساوي لعدد ايش الاوبجكت طبعا اذا بدي اعمل فيتشرز انا هاي الفيتشرز راح تكون عدد ايش الاوبجكت
طبعا هاي في لها تطبيق كثير كويس اللي هي تمس في الفينجر برينت كلاسيفيكيشن سيستم او نظام تمييز البصمات. طبعا هون البصمه من الطرق المهمه انه ممكن احنا هاي البصمه عندي انا. طبعا البصمه عاده بتتالف من مجموعه من الاشكال، اكثر هاي الاشكال تكرارا في البصمات اللي هي اللي بسموها الكونكتد بوينتس. طبعا هاي بتكون 3 كونكتد بوينتس ورا بعضهم، وفي عندنا البيفوركيشن او الزاويه هاي طبعا بتكون بهذا الشكل، ممكن تكون اتجاهها مختلف، ممكن تكون راح على الشمال، راح على اليمين، راح لفوق، راح على ايش لتحت. في ريدج اندنج اللي هي تو كونكتد بوينت، في عندنا الايسوليتد بوينت اللي هو النقاط المنعزله، وفي عندنا ايش الكروس ايش الكروس اوفر. خلينا ناخذ هلا صوره حقيقيه. هلا بدي اخذ هاي الصوره انا اي امج ريد، عباره عن امج كلر امج هاي بيست امج شو للاي امج شو للاي هاي عند الصوره. طبعا هاي الصوره بدي احولها لجري واقول بي بتساوي ار جي بي تو جري. طبعا عمليه التحويل من كلر لجري عاده الار جي بي تو جري بتاخذ الوسط الحسابي للار والجي والبي وبتعطيه للجري. طبعا اي الاي طبعا ابعاد راح تضل نفس الشيء، عدد الروز عدد الكولوم في A مساوي لعدد الروز وعدد الكولوم في B، بس B بتكون عباره عن 2D ماتريكس، A عباره عن ايش 3D ايش ماتريكس. اي ايمج شو لل B هاي الصوره جري ايمج. طبعا كان انا ناخذهم كل واحد في شكل، اي ايمج شو للاي مره ثانيه، بعدين فيجر اساس شكل جديد، ايمج شو للبي لان هذاك الشكل شيله، بعدين نعمل تنفيذ. هاي عندي الشكل الاول، طبعا بامكاني اصغره انا اذا بدي، ايضا اصغره مثلا بهذا الشكل، بعدين بيجي على الشكل الثاني هاي الكري برضه بنصغره، طبعا بامكانك انت هذا الشكل تعمله تضيف عليه insert title، ممكن تضيف title، ممكن تضيف شو الاكس وشو الواي الى اخره، او ممكن انت من خلال editing تشتغل على ايش هذا الفيجر. واذا بلزمك هذا الفيجر لريبورت معين ممكن انا اجي على الاديت واقول copy figure واروح على الوورد فايل وهناك اعمل ايش بيست. هلا الجري ايمج هاي الناتجه بنحولها لايش ل باينري، بنقول سي ايمج تو بيت وايز. ايمج تو بيت وايز هذا عباره عن فانكشن بتعامل مع جري ايمج، بحول جري ايمج من جري الى ايش باينري، وبستخدم في القيمه حرجه. القيمه الحرجه في ديفولت في الماتلاب اللي 127، طبعا القيم اللي اقل من 127 بتصير زيروز، القيم الاعلى من 127 بتكون ايش واحد. طبعا اذا بدك تستخدم طريقه ثانيه ممكن تغير الثريشولد، ساعتها بدك تستخدم برنامج يكون عندك تو لوبس وتقارن القيمه مع القيمه الحرجه اللي انت ايش عملت لها ايش سلكشن او اخترتها. طبعا البي بس مضبوطة مشان ما يطلعش الماتريكس. فيجر ايمج شو
Let's see. I am the image binary. راحت خلينا بس نيجي ناخذها بنفس الحجم هيك بعدين مع الشغله الباينري الباينري هيك هيك هاي عندنا الـ 3 images الـ color image تحول لجري بعدين تحول لايش باينري طبعا لاحظين الباينري اسود وابيض هون الجري في بين انه جري طبعا هون color هلا هذا الـ binary image بامكاني اشتغل عليه انا ايش الـ hit and miss وايش نطلع اي شيب موجود في هذا الباينري ايمج خلينا ناخذ مثلا الكروس كيف ممكن نطلع الكروس طبعا الكروس بهذا الشكل اللي بده يكون عباره عن 1 1 1 بعدين 0 1 0 بعدين 1 1 1 خلينا نشوف هذا الاوبجكت موجود وقديش العدد فيه هاي بنقول اس 1 أولا هي S1 بتساوي واحد 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 بعدين قلنا 0 واحد 0 بعدين واحد 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 هذا الـ first structuring element طبعا لو كان عندي أنا هون الصورة أخذت بيرد ممكن بدل بيرد أحط بدل إيش بصمة وأشتغل على إيش بصمات بس حاليا ما عنديش البصمات أنا طبعا هذا عبارة عن طبعا ما ينطبق على هاي الصورة بنطبق على أي صورة أخرى بغض النظر شو كانت الكمبيوتر ما بفرق بين بصمة وبيرد الكمبيوتر بتعامل مع الهيت أند ميس من خلال الفيرست ستراكشرنج إليمنت والسكند ستراكشرنج إليمنت وبعمل ارجاع لمراكز الشيب اللي هو معرف بايش الفير ستراكشرنج اليمنت وممكن احنا من خلال تجميع او تنفيذ عمليه الجمع نطلع ايش عدد الاوبجكتس هنشوف هلا هذا الاوبجكت وين في عندنا الايمج سميناها سي اعتقد نعم سي بعدين بنقول هلا اي مثلا اي واحد بتساوي bitwise hit miss bitwise hit miss اللي هي عندي c ss1 والنيجاتيف ل ss1 هلا طلعت عندي الـ A طبعا هاي الـ A1 راح يكون حجمها اللي هو size B حجم الـ A1 وهي size A1 راح يكون متشابه هاي A1 نفس الحجم بس الفرق انه الـ A1 هي عبارة عن مصفوفة تحتوي على ones هاي الوانز تشير الى السنتر لايش هذا الاوبجكت طبعا عدد هاي الوانز في الماتريكس A A1 يشير الى عدد الاوبجكتس اللي هي من نوع ايش الكروس خلينا نعمل سم طبعا سم ليش لانه عندنا 2 دي ماتريكس سم اللي هي عندنا A1 هاي عندي طلع 334 اوبجكت من ايش 334 اوبجكت من الصوره تحتوي على هاي ال 334 اوبجكت من نوع ايش كروس لو مثلا بيجي اطلع الايسوليتد بوينتس
isolated points بنقول SS1 بتساوي الايسوليتد بوينت بتكون واحد في المركز والبقية زيروز. زيرو اي زيرو 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 بعدين زيرو ون زيرو بعدين زيرو زيرو زيرو. طبعا هاي الشيب اللي بيمثل isolated point هاي الواحد معزولة عن بقية الجيران. طبعا ليش فيش connectivity؟ لأنه هاي واحد وهاي زيرو. ساعتها بننفذ بنقول مثلا R2 بتساوي bitwise hit miss ايش عندي السيل مصفوفة بعدين SS1 فاصلة نيجاتيف ل SS2. SS1 SS1 نطلع السميشن sum R2 ونسكر القوس بيعطيني عدد الـ isolated points في الايمج المعني وعدد هاي الاوبجكت يساوي 2067. طبعا انا اذا بدي اعمل فيتشرز اكستراكشن باستخدام الهيت اند مس فرضا بدي اطلع اربع قيم معناها بدي احدد انا ايش اربع ايش اوبجكتس. طبعا نرجع لصورة البصمة هون مثلا لو بدي اطلع انا البيفوركيشن هاي معناها بدي اخذ حتى بطل السيارة شو اسمه سنسيتيف مع الروتيشن بدي اخذ اربع اوضاع لهي. الوضع الاول بده يكون للشمال، الوضع الثاني لليمين، الوضع الثالث لفوق، الوضع الرابع لايش لتحت. طبعا هذول راح يكونوا عندي اربع شيبس او اربع اوبجكتس. اكيد الاول بده يكون عباره عن واحد زيرو زيرو بعدين زيرو واحد زيرو بعدين واحد زيرو زيرو. بهذا الشكل راح يكون. هلا نشوفه بس افرجيك كيف بيطلع. هاي مثلا بهذا الشكل لو كان فتح لليمين بيكون عندنا زيرو زيرو واحد بعدين واحد واحد زيرو بعدين زيرو زيرو واحد. هذا الشكل عفوا سكرنا الكورس. هاي عندنا الزاوية هاي. طبعا هاي ممكن اختار الفير ستراكشرنج اليمنت بعدين اخذ بهذا الشكل ونز بعدين اخذ بهذا الشكل بعدين اخذ بهذا الشكل. هلا صارت هاي الاربع اشكال بتغطي البيفوركيشن. ممكن بهاي الحاله ممكن اطلع انا عدد الاوبجكتس في الايمج. طبعا هون بدي اعمل هيت مس اربع مرات. المره الاولى باستخدام هذا ستراكشرنج اليمنت وعكسه بعدين هذا ستراكشرنج اليمنت الثانيه الثالثه الرابعه اطلع عدد الونز في المصفوفه الاولى عدد الونز في المصفوفه الثانيه الثالثه الرابعه واجمع عدد الونز يطلع لي ايش عدد ايش البيفوركيشن الموجوده. مثلا لو بدنا نطلع الدياجونال مثلا لاينز ساعتها بده يكون عندي هاي واحد 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 والبقيه زيروز وممكن تكون واحد 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 والبقيه ايش زيروز. خلينا نشوف احنا على صوره واقعيه. لا اي مثلا عندي هون بدي ابحث عن هذا الاوبجكت S1. خلينا نفرجيكم اياه اي كوبي CLC اي بيست
هاي الايسوليتد بوينت، طبعا ايسوليتد بوينت فيش الا بهذا الشكل، لانه بيكون عندي واحد وبقيه القيم كلها ايش؟ زيرو. هذا الاوبجكت الاول اللي بدي ابحث عنه. S2 اوبجكت ثاني اي كوبي اي بيست، هذا عبارة عن خط ثلاث نقاط جاية رأسية، ممكن أخذها برضه إذا كان أفقية. IS2 اي كوبي مش الخطأ اس هاي، يعني الاوبجكت رقم 2 بده يكون عباره عن اما خطوط او خط راسي او خط ايش افقي. اس 3 طبعا هاي الاوبجكت من عندك تحددها، بس اذا كان عندنا على الفينجر برنت بدك تقيد بالاشكال الموجوده او المتكرره في ايش بصمه الانسان. ها اي كوبي S3 اي بيست S3 هاي الخطوط القطريه، طبعا اكيد بيكون الثاني اي الثاني SS3 كوبي اي بيست اي الثاني الاخير الرابع اي اس 4 اي كوبي اي بيست، عبارة عن ايش بسموها ريدج اندنج، هاي اللي هي تو وانز ورا بعض، طبعا تو وانز ومنتهي مطبوعات بايش بزيرو، والثانية بتكون من فوق اكيد. طبعا اوبجكت انت هذا بامكانك تحدده زي ما بدك، انت ممكن تبحث عن اي اوبجكت، مش شرط يكون 3 باي 3، ممكن يكون 5 باي 5 6 باي 6 7 باي 7 زي ما بدك، حسب انت الشيب اللي بتحدده. طبعا بناء عليه بتم استخدام الهيت اند مس. هاي الثاني، هاي عندنا 4 اوبجكتس بدنا نبحث عنهم في اي صوره ملونه. طبعا الاوبجكت الاول S1 فيش الا هيت اند مس واحده لانه الشكل واحد، فبنعمل هيت اند مس وبنطلع صم لدي واحد. S2 لازم نعمل 2 تايمز هيت اند مس ونطلع مجموع الوانز في اي ومجموع الوانز في اي. S3 نفس الشيء، S4 ايش نفس الشيء. فأول خطوة نقرأ الايمج 12.jpg طبعا مع الباث والاكستنشن تاعه، حولنا ل جري ايمج، بعدين حولنا لباينري. هون مشان التايم، لانه اذا بدي اعمل كومباريزون مع الطرق الاخرى على اساس يكون عندنا في وسيله لعمليه ايش المقارنه، والمقارنه كانت على الافشنسي من خلال ايش التايم اللي هي فيتشرز extraction time. طبعا S1 حددت الاوبجكت الاول، S2 اخذ شكلين، S3 اخذ شكلين، اوبجكت 3 اوبجكت 4 اخذ برضه هو الاخر ايش شكلين. نبدا نقول D1 بت وايز هيت مس سي S1 نيجاتيف S1، بعدين F1 بتساوي سم ايش D1، اي طلعنا عدد الاوبجكتس من نوع ايش S1. هلا ال D2 بعملها ب S2 مع و S2 2، هاي D2 بتوايس هيت سي S2 نيجاتيف S2، D2 2 سي S2 2 نيجاتيف S2. طلعنا مصفوفتين D2 و D2 2، طلع المجموع فيهم 2 سم للدي 1 دي 2 سم للدي 2 دي 2 2. على دي 3 مال الاوبجكت 3 نفس المبدا، بنطلع له
دي 4 مرتين هيت اند مس ونطلع سميشن فصار عندي هنا اف 1 اف 2 اف 3 اف 4 اللي هي الفيتشرز. اف 1 بتمثل عدد الاوبجكتس من نوع اس 1، اف 2 عدد الاوبجكتس من نوع اس 2، نوع الاوبجكت اس 3، نوع الاوبجكت ايش اس 4. هننفذ هذا البرنامج. اول شيء نعمل هون كلير اول، كلير اول وسيرس. نيجي على البرنامج تاعنا، هاي البرنامج خلينا نفذه ديباج رن. طبعا ما عملناش عرض للصور، ما مشكله. هاي عندنا طلع التايم اللي هو 2.2 18، عدد الاوبجكت نوع الاول، عدد الاوبجكت نوع الثاني، الثالث، ايش الرابع. ناخذ مثلا ايمج اخر، ايمج اخر عندي انا مثلا اي 1. شفت البلقه هاي، هاي بدك ايمج شو، ايمج شو للاي، هاي للاي ديباج سيف اند رن. كان عملنا كلوز اللي ما مشكلة، هاي بنرن مرة ثانية وأكيد طلع النتائج هاي هون. طبعا الصورة الأولى الحجم تاعها تقريبا كان 6 ميجا بايت، حجمها أقل بكثير. طبعا هون الزمن راح يعتمد على، أو الكومبلكسيتي للتايم راح تكون مرتبطة بالحجم اللي أخذ داتا ستراكشر بعرف شو هي الكومبلكسيتي. التايم هون طلع 0.07، الفيشرز عدد الأوبجكتس هايو 108، 133، 12، إيش 104. نأخذ أوبجكت إيمج آخر، مثلا نأخذ الإيمج 4، هاي صورة البتراء أعتقد ديباج، هاي حجمها أكبر، هاي صورة البتراء حجمها حدود 4 ميجا بايت أو حتى بجوز 5. ممكن نشوف احنا السايز تاعها، هاي السايز. طبعا هون هاي الفيتشرز، طبعا التايم اللي هو 93% من السكند، عدد الاوبجكتس الاول، الثاني، الثالث، ايش الرابع. هاي برود معناها برودكت سايز ايه، اعطيني توتال ايه، هي تقريبا 5,140,800 بايت. الصورة هاي لو بدي اخذ مثلا صورة اخرى، مثلا خلينا ناخذ اي 7 مثلا، اعتقد هاي صورة العقبة حجمها اقل، هاي صورة العقبة نعم، هاي ال 270، 233، 6، 299. طبعا هاي الاوبجكتس راح تختلف من صورة لصورة، عملية تطابق ما بين الفيشرز او عدد هاي الاوبجكتس راح يكون مختلف. طبعا احنا ليش حكينا هذا مهم جدا في الفينجر برينت، لانه الفينجر برينت عاده تتكون من اشكال، هاي عدد الاشكال يعني. هو مثلا هاي الفينجر برينت، هاي بسموها ايش بوفركيشن، هاي بسموها اللي هي ريدج اندينج. ريدج اندينج اللي هي نقطتين او زيرو نقطتين، زيرو واحد واحد تكون، وهاي البيفركيشن معروفة حكيناها. طبعا إذا بدك تعملها على أساس نوت سنسيتيف للروتيشن بدك تأخذ أشكال مختلفة. مثلا البيفركيشن راح تكون 4، مثلا لو كان أنا الكروس أعتقد بجوز يكون بهذا الشكل أو رأسية.
فممكن هذول الشكلين استخدمهم مشان اطلع عدد الكروسز. البفركيشن بدها ايش؟ اربعه. الكونكتد بوينتس وغدا سنجل رو اللي بتكون 0 3 1 0 او راسيه 0 3 1 0. الايسوليتد بوينت هاي زيروز وفي الوسط ايش؟ 1. طبعا نفس المبدا اللي بنشتغل عليه في الفينجر برنت هو نفسه راح يكون ايش؟ المبدا اللي اشتغلنا عليه هون، نفس الشيء. طبعا هاي الصوره بدل ما هي صوره العقبه بدها تكون صوره لبصمه. طبعا اذا كانت البصمه ملونه بدي احولها لجري، والجري احولها لايش؟ باينري. اذا كانت جري بصمه معناها فقط بنحولها لباينري، وبنختار الشيبس اللي بدي ابحث عنهم، وبنعمل هيت اند مس اوبريشن. هاي الهيت اند مس اوبريشن ممكن تطلع لي الكاونتس لاي اوبجكت موجود في ايش؟ البصمه. طبعا هاي الطريقه اذا ملاحظين يعني الى حد ما سريعه، يعني مش اسرع من الموديفايد لوكال باينري باترن. بس هون احنا كررنا الهيت اند مس عده مرات على اساس هاي عده مرات يكون الايمج نوت سنسيتيف، او عدد الاوبجكتس نوت سنسيتيف لايش؟ لا الروتيشن. يعني كل اوبجكت بدي اشوف انا كل المواضع تاعه. طبعا هاي المواضع بناء على عمليه التحريك للصوره زي ما حكينا احنا قبل شويه. هاي البفركيشن زي ممكن تكون بهذا الشكل، ممكن تكون طالعه لفوق، ممكن تكون رايحه لهيك، ممكن تكون رايحه هيك. اذا اخذتهم بهالاشكال الاربعه ساعتها دور اعمل تدوير للفينجر برنت، مهما دورت راح اضل ايش؟ هاي الفوق اوبجكتس بتغطي ايش؟ اللي هي البيفوركيشن او الزوايا الموجوده وين في الفينجر برنت. طبعا طريقة إلى حد ما هاي سهلة، ما فيها أي صعوبة. يعني فضل بعود الماتلاب لأنه في بلت إن فانكشن، وإلا بدك تضطر أول إشي السي عندي بدك تعملها إيروجن مع إس 1 تحتفظ في الناتج، بعدين تطلع الكومبلمنت للسي وتعمل له إيروجن مع النيجاتيف لإس 1 أو إس 2 بسميها أنا، بعدين الناتج هذا مع الناتج الاولاني نعمل له اندنج بيطلع لي ايش؟ الهيت اند مس ايش؟ ريزلت. طبعا بهيك احنا بنكون تقريبا غطينا الفيتشرز اكستراكشن ميثودز المستخدمه في الايمج بروسيسنج. طبعا في طرق اخرى، طبعا طرق كثير. الاساس طبعا احنا قلنا الفيتشرز اكستراكشن هاي عباره عن الستارتنج فيز لبناء الايمج ريكوجنيشن سيستم. طبعا هون حتى تعمل الفيتشرز لازم الفيتشرز اول شيء يكون ناتج هاي المرحله اللي هو الفيتشرز داتابيز. طبعا فيتشرز داتابيز يجب ان تكون مخزنه قابله للاضافه. اذا كان عندي ايمج جديد اجى معناها لازم اضيف هذا الايمج او الفيتشرز له للفيتشرز داتابيز. طبعا زي ما حكيت انا اللي هي راح تكون عباره عن ماتريكس. طبعا هون لازم تحدد اول شيء الطريقه اللي بدك تستخدمها. طبعا الطريقه اللي بتستخدمها بتعتمد على نوع الابلكيشن. اذا كان فينجر برنت معناها السنسيتيفيتي للروتيشن بتشكل امر مهم جدا، ساعتها ممكن انا اضحي في التايم مشان ايش؟ اقدر اغطي الصوره ب فيتشرز بغض النظر شو كان وضع ايش الصورة. طبعا الطريقة لازم تكون واحدة لكل الايمجز
عدد الفيشرز لازم يكون واحد. بهاي الحالة يعني تحضير هذا الداتابيز بشكل صحيح راح يسهل علينا اللي هي المرحلة التالية اللي هي مرحلة عملية تمييز الصور أو الـ image recognition أو image بسموها إيش classification. طبعا هاي الموضوع راح يكون في الاسايمنت بجوز انا احطه اليوم او بكره. الاسايمنت بيكون عندك الصور 10 صور في فولدر. طبعا بدك تنفذ طريقه الستاتستيكال ميثود لطلع الفيتشرز لكل صوره وتعملهم في تيبل والتايم لكل ايمج فيتشرز. بعدين تأخذ الأفريج تايم وتأخذ الأفريج سايز للإيميجز، تقسم الأفريج سايز على الأفريج تايم بتطلع ثروبوت أو النفاذية للطريقة، على أساس هذا يكون إنديكيتر مشان أقارن مع الطرق الأخرى. نفس الشيء بنعمل مع الموديفايد لوكال باينري باترن، بس بالستاتيستيكال هون بدك تطلع إذا اخترت أربع قيم معناها أربعة بدك تطلع. يعني ممكن أنا أخذ المين، مين ريد، مين جرين، مين بلو، وأخذ ستاندرد ديفيشن لواحد منهم، أقسم عندي إيش أربع قيم. بعدين الموديفايد لوكال باينري باترن ميثود نفس المبدأ، تيبل بيكون فيتشرز مع التايم مع ثروبوت. الطريقة الثالثة اللي كي مين كلاسترينج برضه تيبل. الطريقة الرابعة نفس الشيء. الطريقة الخامسة اللي الهيت اند مس بدك تحدد من عندك انت اوبجيكتس معينة عددهم اربعة، هذول الاوبجيكتس عشان يكون تعمل كاونتس لهي الاوبجيكت باستخدام ايش الهيت اند مس، وتطلع نفس الشيء فيتشرز والتايم، وبالاخير تطلع ايش ثروبوت. هلا المقارنة او المقارنة على الافشنسي بتكون مين الثروبوت اعلى هو اللي بيكون الافضل. طبعا ممكن تضيف تقول انه كل طريقة شو ميزتها، مثلا كيمين كلاسترينج شو ميزتها، الويبلت مثلا برضه فيها عيوب وفي كيف نتخلص من هاي العيوب معروف، وال modified local binary pattern برها صحيح هي efficient بس إلى عيوب. العيوب إذا بدأ أعمل rotation معناها الصور rotated بدأ أحتفظ فيها as a new image وطلع لها إيش الفيتشرز، معناها راح يكون حجم الفيتشرز database إيش أكبر. في حدا عنده أي سؤال؟ دكتور؟ نعم دكتور، بالنسبة للماتلاب بالامتحان بيجي عليه أسئلة؟ لا. تمام دكتور، شكرا. ما بيجي أي سؤال عليه. الماتلاب نستخدمه كتول مشان تطبيق، سواء بالميد أو الفاينل الماتلاب مش داخل. لا دكتور إذا سمحت، الواجب لمتى تظل مفتوح؟ ها؟ إذا سمحت دكتور، الواجب لمتى راح يظل مفتوح؟ الثاني؟ نعم الثاني لسه ما حطيته، راح يظل مفتوح 10-5 إن شاء الله. الله يعطيك العافية دكتور. ماشي ماشي، 10-5 بعد العيد بيكون صح؟ نعم صحيح لسه دكتور. ما حطيته بقى بشوي على كل، يعني مش قبل 10-5. ماشي الحال. في أي سؤال آخر؟ ما في أسئلة، يعطيكم العافية.